قتلتش ايمن واصل؟ ما قتلتوش، والا ما كنتش هربت من السجن، وفي مليون دليل على براءتي. مش محتاج اسمع منك مبررات، انا مصدقك. صدقني؟ ايوه انا مصدقك. فيها مشكله؟ بس انا المره دي مش هسلمك، انا هخلص عليك علشان اخلص انا كمان من وجع الدماغ. كفايه بقى يا فارس، كفايه بقى، كفايه كفايه لت وعجن وحوارات ومرواح ومجي. كفايه، انت جيت لقضاك برجليك وانا قضاك. انت قضايا؟ هو انت اللي ازاي؟ وليه؟ عشان لازم يا فارس، لازم حتما ولا بد، واحد بس هو اللي يشيل الليله. طب قول لي مين اكتر واحد ممكن يكون مقتنع بل ومتاكد ان هو عمل بلوى مسيحه وهو في الحقيقه ما عملهاش غير فارس رشدي؟ انت حاطط عينك عليا من بدري بقى. مش من بدري قوي يعني، بالظبط من ساعه ما صدر قرار الموت لايمن وصل. طبعا ما كانش في حد مرشح بالدرجه الاولى لمنصب القاتل غيرك. وانت